مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. فيديو اليوم مش عن مكان حروحه او رحلة حسويها. فيديو اليوم عشان اجاوب على سؤال كتير ناس تسأله. كتير ناس بالذات اللي جاي على تركيا بتسأل هالسؤال، هل بحتاج فيزا لتركيا ولا لا، او بدي اجي على تركيا شو الاجراءات. في شيء اسمه الفيزا الالكترونية وكتير ناس بقدروا يقدموا عليها، بس مش عارفينهم اصلا بقدروا يقدموا عليها. طبعا هي لها شروط، ففي فيديو اليوم هحكي لكم كيف الواحد بيقدر يعرف بالضبط هل محتاج فيزا ولا لا، وهل اذا محتاج فيزا هل بده فيزا الكترونية ولا لازم يروح على السفارة. موقع جدا بسيط، الموقع تابع للحكومة التركية، يعني ما في اي لعب ولا اي معلومات خاطئة. قبل ما ابدأ بالفيديو ما تنسوا تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الفيديوهات، واكتبوا لي في التعليقات اذا حابين استمر في هذا النوع من الفيديوهات، وشو عندكم اسئله بتحبوا تسالوها او اعمل لكم فيديوهات اشرح لكم عنها. اول شيء لازم نعرف انه في عده انواع. في نوع مش محتاج اي فيزا، يعني بركب الطياره وبروح مباشره على تركيا. في محتاج فيزا الكترونيه وهي بقدم عليها اونلاين تحت شروط معينه، اذا هو مستوفيها بيقدر ياخذ فيزا الكترونيه. وفي النوع الثالث اللي ما بقدر يقدم على فيزا الكترونيه، يعني لازم يروح على السفاره ويقدم بنفسه. الخطوه الاولى بنروح على هذا الموقع evisa.gov.tr. هالموقع بدعم عده لغات منها اللغه العربيه، خلينا نغير للغه العربيه. هينا فتحنا الصفحه العربيه، خلينا نبدا اجرب الجنسيه، تقديم طلب جديد. نجرب أول جنسية مثلا تونس. نوع الجواز جواز سفر عادي. أحرف التعريف نحط لازم هاي، يعني نحطها على أساس تأكدوا إنه شخص مش كمبيوتر اللي بعمل هالمعاملة. احفظ وتابع. معفى من التأشيرة الدخول، أنت معفى من تأشيرة الدخول لأغراض سياحية شريط ألا يتعدى مجموع مدة إقامتك في تركيا 90 يوم خلال 180 يوم. شو معناتها؟ معناته خلال 180 يوم تقدر تقيم في تركيا 90 يوم. يعني خلينا نحكي إن واحد سافر على تركيا وقعد 90 يوم، ما بقدر والله يطلع ويرجع تاني يوم يقعد 90 يوم تاني، لا، لازم يكون مر 180 يوم على تاريخ اول دخول. يعني بده يطلع من قعد 90 يوم، بده يطلع من تركيا يقعد برا تركيا 90 يوم بعدين يجي مره ثانيه. هذا النوع الاول اللي هو معفى من تاشيره، بركب الطياره بروح مباشره. خلينا نشوف نوع ثاني، تقديم طلب جديد. نحكي فلسطين. فلسطين، أنا فلسطيني مع جواز سفر عادي. خليني أحكي شو، هل بقدر آخذ فيزا ولا لا؟ احفظ وتابع. هو مرات يكون بطيء شوي حسب إذا عليه ضغط ولا لا، حسب سرعة الإنترنت. أوكي، جنسية فلسطينية. بقدر لما تيجي صفحة زي هاي في هاي التواريخ مكتوب 30 يوم أو 60 يوم، وهذا معناته إنه بقدر أدخل البلد في فيزا إلكترونية. تسري تأشيرة الدخول لمدة 180، لمدة مجموعها 180 يوم تبدأ اعتبارا من تاريخ 23 آب. طبعا إذا الواحد أحسن إشي يغير تاريخ مثلا حسب تاريخ سفره تقريبا. مثلا شو معناته؟ إن بيعطوه فيزا خلال 180 يوم بقدر إنه يدخل تركيا ويقيم فيها لغاية 30 يوم. هاي معناتها.
هيها من 7 نوفمبر صلاحية الفيزا من 7 نوفمبر ل 5 مايو 2023. عدد السفرات سفرة واحدة، رسوم الدخول 20 دولار. شو يعني عدد السفرات سفرة واحدة؟ يعني واحد أخذ فيزا إلكترونية مكتوب عليه عدد سفرات سفرة واحدة، معناته بيقدر يدخل تركيا بهذه الفيزا مرة واحدة. يعني حتى لو أخذ فيزا لمدة 30 يوم ودخل تركيا مثلا قعد أسبوع وطلع، ما بقدر إنه يجي مرة تانية بنفس الفيزا، لازم أقدم على فيزا إلكترونية جديدة. هاي معنات عدد سفرات مرة واحدة. إذا كان مكتوب متعدد السفرات، معناته بيقدر يفوت يطلع قد ما بده طالما مجموع إقامته في البلد 30 يوم. حط احفظ وتابع. أهم إشي هذا الموضوع، عشان أقدر أخذ فيزا إلكترونية لازم إنه أحقق هاي الشروط: أحمل جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر، لدي بطاقة ذهاب وإياب على مدخل خطوط جوية تركية أو بيجاسوس، سافر لأجل السياحة. وهان أهم جزء، مش أي فلسطيني بيقدر يأخذ فيزا إلكترونية. عشان يقدر يأخذ فيزا إلكترونية لازم إنه يكون عنده تأشيرة دخول لدول مجموعة الشنغن، أو تأشيرة الدخول لإحدى هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو إيرلندا، أو وثيقة إقامة سارية المفعول صادرة من إحدى هذه الدول. يعني لازم عشان الفلسطيني يفوت لازم يكون يا عنده شنغن، يا عنده فيزا لأمريكا، يا بريطانيا، يا لإيرلندا، أو عنده إقامة في واحدة من هذه الدول وتكون سارية. يعني ما بنفع والله كان عندي فيزا شنغن أو كان عندي فيزا لإيرلندا أو كان عندي فيزا بريطانيا، لا، لازم تكون سارية خلال التقديم على هذه الفيزا الإلكترونية. ويمكن إثبات لدى الوصول من فترة حدود أملك 50 دولار، معناته الواحد مثلا بده يقعد 10 أيام يكون بين معه إنه معه 500 دولار. سهلة هاي، يعني عادة يعني ما بطلبوا عادة، لكن لو طلبوا يعمل حسابه. بس هاي هي، احفظ وتابع. بيجي فورم يعبيه، الاسم، جواز سفر، هكذا. هاي اهم اشي من الاسئلة: نوع الوثيقة الداعمة، هل هي فيزا او عنده اقامة في هاي الدول، واي دولة منهم، ورقم الفيزا، وتاريخ صلاحية الفيزا. يعبي هالمعلومات وبعدين يحط تالي، يدفع 20 دولار على طريق كريدت كارد، او هو لازم كريدت كارد، يعني لازم هي كريدت كارد، يدفع 20 دولار على طريق كريدت كارد، وخلال دقائق تطلع فيزا الكترونية. خلينا نشوف نوع ثالث من الناس، قدم طلب جديد. في سوريا، أنا مثلا عندي جواز سفر سوري، جواز سفر عادي، احفظ وتابع. شوف كيف سوري لا يمكن منح تأشيرة دخول إلكترونية لمواطني هذا البلد، لازم انه يقدم عن طريق السفارة. فهذا سوري ما بقدر ياخذ، حتى لو عنده اقامة في اوروبا وامريكا لازم انه يقدم عن طريق السفارة. خلينا اجرب كمان نوع، يعني هي لانه كل جنسية في لها شروط معينة، في لها امتيازات معينة، لها السبب لازم الواحد يقرأ شو الشروط. حورجيكم الايتها ليش
لازم اقرا الشروط وشوف ميزتها. مثلا مصر، المصري عنده شروط معينة. طبعا كمان جواز السفر هاي مهمة برضه، لأن في كتير من جنسيات زي جواز سفر دبلوماسي ما بحتاج لفيزا، وبرضه جنسيات مثلا فلسطيني مثلا إذا وثيقة سفر، مثلا وثيقة سفر هاي وثيقة سفر هاي بتكون مثلا عادة للناس اللاجئين. مثلا فرضنا إنه واحد لاجئ في ألمانيا، وألمانيا ما أعطته الجواز لسه، أعطته وثيقة السفر هي ترافل دوكيومنت بسموها، هذا ما بقدر يقدم. أنا جربت من قبل شيكت، يعني لما كنت بجرب الجنسيات طلع عندي مثلا وثيقة السفر لازم أقدم عن طريق السفارة بغض النظر عن جنسيته. خلينا نحكي المصري، شو مثلا مصري شو الشروط اللي عليه؟ اوكي، حتى الان مصري بقدر ياخذ فيزا الكترونيه سفره واحده 30 دولار رسوم. نشوف شو الشروط. لاحظوا الشروط المصري، اهم شرط طبعا هاي الشروط هي اللي عنده تذكره وشغلات يعني موجود. مثلا شوف المصري مثلا ممكن على الخطوط الجويه التركيه او بيجاسوس او الخطوط الجويه المصريه، غير مثلا فلسطيني لا تركيه او بيجاسوس، لان طبعا ما في طيار فلسطيني. بس في مصري مثلا يا انه يكون اقل من 20 سنة عمره او اكثر من 45 سنة عمره، او يحمل وثيقة داعمة سارية المفعول اللي هي الشنغن فيزا او اقامة في هاي الدول. يعني المصري بقدر حتى لو ما عنده فيزا شنغن ولا عنده اقامة في اوروبا ولا شيء، بقدر يقدم على الفيزا الالكترونية بشرط يكون عمره يا اقل من 20 سنة يا اكثر من 45 سنة. فهاي هي الشروط تبعت المصري. زي ما انتم شايفين انه يعني كل دولة شرط. فيا جماعة اللي بده يعرف ما يقعد يسأل على الفيسبوك او هذا، يا جماعة انا عندي جنسية كذا، انا عندي فيزا كذا، بل بقدر فوت تركيا ولا لا. بكل بساطة فوت على evisa.gov.tr وحط وضعك، حط شو جنسيتك، شو نوع جواز سفرك، ببين. وهي يعني هي يعني تابعة للحكومة الموقع. إن شاء الله يكون هالفيديو فاتكم. ما تنسون تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان أكتر عدد الناس يستفيدوا منه، وتشاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واحكوا لي شو عندكم استفسارات أو معلومات حابين أعملكم فيديوهات أشرح لكم فيها عنها. ومع السلامة.